مرات من رميش جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل العربي خليل كلاعي، ومن الجليل الأعلى مراسل العربي أحمد جرادات. تحياتي لكما خليل. الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان كانت وما زالت وتتجدد، فضعنا في الصورة. ما زالت متواصلة بالفعل ديما، على وجه الدقة لم نستطع أن نعرف أين استهدفت، أين ضربت هذه الغارات، وأي من البلدات والقرى استهدفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن يمكن أن نؤكد أنه كان هناك قصف مدفعي على أكثر من موقع في البلدات وقرى الجنوب اللبناني. بدا ذلك متوقعا بالنظر إلى حجم العمليات التي قام بها حزب الله والتي سنأتي على ذكرها لاحقا. لكن من الوجيه في هذا السياق القول بأن هذه القذائف وهذه الردود المدفعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي سقطت في مناطق مفتوحة ولم تسفر على حد ما نعلمه إلى حد هذه اللحظة عن أي شهداء أو ضحايا جراء هذه الاستهدافات. بكل الأحوال فإن حزب الله وخلال الساعة الأخيرة قام بأربع عمليات إضافية ليرفع رصيد عملياته التي قام بها منذ صباح اليوم إلى 10 عمليات. آخر 4 عمليات تبناها الحزب كانت باتجاه موقع الرمثة في تلال كفر شوبة، حيث استهدف الحزب هذا الموقع بالصواريخ، موقع زبدين كذلك في مزارع شبعة، وكذلك انتشارا للجنود الإسرائيليين في موقع بياض بليدة. والعملية الأخيرة التي تبناها حزب الله منذ حوالي ساعة كانت قصفا لتجمع الجنود الإسرائيليين في محيط موقع حنيتة بالقذائف المدفعية. كانت هذه آخر 4 عمليات نفذها حزب الله اليوم، وكما أسلفت ردت عليها مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني. يذكر كذلك أنه حزب الله نفذ مجموعة من العمليات صباح اليوم وتفرقت بين قذائف مدفعية وقصف بالصواريخ وقصف بالمسيرات الانقضاضية، خاصة الهجوم الذي نفذه حزب الله اليوم على موقع الراهب في مناسبتين اثنتين، قصفه في مرحلة أولى بالقذائف المدفعية وكذلك قصفه بمسيرة انقضاضية. بشكل عام يبدو الوضع اليوم في بلدات وقرى الجنوب اللبناني أقل وطأة مما كان عليه الأمس، ويمكن الاستدلال على ذلك بعدم سقوط شهداء أو ضحايا اليوم في مختلف بلدات وقرى الجنوب اللبناني. وزارة الصحة لم تصدر أي بلاغات بشأن سقوط الضحايا جراء هذه الاستهدافات التي وقعت اليوم. ويذكر كذلك أن هذه المقارنة إنما نقدمها بالاستناد إلى الأحداث التي وقعت أمس والاستهدافات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إما عبر المدفعية أو بالطائرات المسيرة، والتي أسفرت أمس عن وقوع 8 شهداء و3 جرحى. وللتذكير كذلك فإن حزب الله أمس قد نعى سقوط 7 من مقاتليه سقطوا شهداء خلال الاستهدافات الإسرائيلية والغارات التي نفذتها على مواقع مختلفة داخل الجنوب اللبناني. شكرا على كل هذه التفاصيل من رميش جنوب لبنان خليل كلاعي. وانتقل اليك احمد جرادات مراسلنا في الجليل الاعلى لاستكمال المشهد. ربما تكون الامور اقل وطأة نظرا لعدم سقوط مدنيين ولان حزب الله لم ينعي اي من مقاتليه. ماذا هو الوضع لديك؟ كيف هو الوضع لديك؟ يعني بالفعل اليوم على عكس الأمس، كنا بالأمس نتحدث عن كثافة في الغارات الإسرائيلية واستهداف واغتيالات لعناصر بارزة في حزب الله بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، ولكن اليوم استمرت العمليات، إلا أننا نتحدث عن عمليات تقع على مقربة من الحدود، لا إصابات في صفوف الإسرائيليين حتى بعد إطلاق 3 قذائف صاروخية نحو كريات شموني. في الساعة الأخيرة نتحدث عن اعتراض أو إطلاق صاروخي اعتراض فوق هضبة الجولان السوري المحتل تحديدا في أقصى شمالها على مقربة من قاعدة جبل الشيخ العسكرية الإسرائيلية. لا نعرف حتى اللحظة إن كان الهدف هو صواريخ أطلقت نحو هذه القاعدة أم مسيرات، ولكن لم يتم تفعيل صافرات الإنذار في مثلا في مسجد الشمس القريبة
من جبل الشيخ، ربما لأن يعني الصواريخ كانت متجهة نحو موقع مختلف، ولكن أيضا نتحدث عن إطلاق صواريخ نحو منطقة شتولة، إضافة إلى اعتراض مسيرة عند مدينة أو في الجليل الغربي بالقرب من مدينة نهرية، وتم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية. اليوم نتحدث في المجمل عن عمليات حدثت استهدفت مواقع عسكرية، موقع عسكري على مقربة من شتولة ملاصق للحدود مع لبنان، منطقة كريات شموني، وإطلاق 3 إلى 5 قذائف صاروخية سقطت في مناطق مفتوحة بحسب بلدية كريات شموني. ولكن إذا ما أخذنا أنه في عطلة نهاية الأسبوع فنتحدث عن أكثر من 120 صاروخا أطلقت من لبنان منذ الأمس، وحتى هذه الساعة تم إطلاق هذه الصواريخ، غالبيتها استهدفت إصبع الجليل ومنطقة كريات شموني، قرابة يعني ما لا يقل عن 33 قذيفة أطلقت نحو مدينة كريات شموني، وباقي القذائف الصاروخية أطلقت نحو مناطق تقع في الجليل الأعلى. هناك سقوط لصواريخ على منازل وأضرار مادية، ولكن لا يتحدثون عن إصابات في صفوف الإسرائيليين، وعليه استمرار لهذا التصعيد، استمرار للعمليات على المناطق الحدودية. ولكن هذا الهدوء الحذر الذي نشهده اليوم لا نشهده في النشرات المركزية في الإعلام الإسرائيلي وفي القنوات المركزية الإسرائيلية التي تركز هذا اليوم نقاشها على ضرورة التحرك العسكري أو على ضرورة تغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية وطبيعة الأحداث وحالة عدم حل هذه الأزمة من قبل الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. يوم إضافي ضمن أيام التصعيد وعمليات استهدفت الحدود ومناطق تستهدف في الفترات والأشهر السابقة، ولكن أيضا إسرائيل لا تزال تنتظر ردا محتملا من حزب الله على اغتيال فؤاد شكر، والتقديرات الإسرائيلية بأن هذا الرد قد يكون قريبا وقد يستهدف موقع استراتيجي أو رد يعني قد يكون مؤثرا من قبل حزب الله، لأنه الحديث في إسرائيل عن اغتيال رئيس أركان حزب الله فؤاد شكر، وحتى اللحظة إسرائيل منذ بداية هذا الشهر تنتظر الرد وتراقب الرد، وتقول بأنه في ظل استمرار المحادثات في القاهرة ربما قد يرجئ حزب الله الرد على عملية الاغتيال، ولكن يتحدثون عن حتمية الرد من قبل حزب الله على إسرائيل حتى وإن قام بإرجاء أو تأجيل هذا الرد لبعض الوقت. من الجليل الأعلى مراسل العربي أحمد جردات، شكرا جزيلا.